إذن مع ضيفنا الدكتور حميد الشامسي، أستاذ مشارك في كلية الطب بجامعة الشارقة، وموضوعنا عن الأورام. بلسم، برعاية بلسم لتعزيز الصحة، البوابة الإلكترونية للمعرفة الصحية. تحت المجهر. إذن نرحب بضيفنا الأستاذ الدكتور أحمد الشامسي. السلام عليكم دكتور أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ العزيز الدكتور بسام درويش، شكرا على الاستضافة الطيبة. يا مرحبا. بداية نتكلم عن الجانب المظلم اللي هي الأرقام، لكن دائما بجعبتنا هناك جوانب مضيئة. الأرقام للأسف تقول بأن السرطان هو ثاني سبب للوفاة طبعا بعد أمراض القلب، وقسم كبير من هذه الأورام يمكن الوقاية منها ويمكن تشخيصها باكرا، وهذا ما نريد أن نركز عليه دكتور أحمد. فالكلام لك في البداية طبعا في اليوم العالمي للسرطان، وللأسف طبعا يعني يتزايد ليس في دولة الإمارات وإنما في مختلف أنحاء العالم بنسبة كبيرة. طبعا في البداية احنا نأكد أن مرض السرطان مرض يعني خطير، ولكن مثل ما قلت وتشرفت في البداية بالمقولة أن الوقاية هي خير من العلاج. طبعا أرقام تشير لأن 9 ملايين شخص حول العالم سنوياً يموتون بسبب السرطان، وفي هناك إحصائيات تقول أن شخص من كل 10 أشخاص سيصاب بالسرطان في دولة الإمارات بحلول سنة 2030. طبعاً هذه الأرقام إحنا ليس هدفنا إخافة الناس، ولكن لزيادة الوعي بخطورة هذا المرض وضرورة الكشف المبكر عن هذا الورم. نعم. ونأخذ بعض الأمثلة على سبيل المثال بالنسبة للرجال، سرطان البروستاتا على سبيل المثال، وسرطان الرئة دكتور بشكل عام، والذي يعتبر المسبب الأساسي أيضا، طبعا يعتبر التدخين هو العامل الأهم خطورة أو العامل المسبب لهذا. فإذا يعني حتى سرطان الرئة إذا أردنا أن نتكلم فالموضوع بأيدينا نحن أن نقلل قدر الإمكان من الإصابة بهذا السرطان أو بذاك. صحيح. نعم. طبعا أسباب السرطان كثيرة وعديدة، منها أسباب معروفة كالتدخين، منها أيضا أسباب غير معروفة لمعظم الناس. فيتكلم هنا عن التدخين، التدخين سبب أمراض سرطان الرئة كما نعلم، أيضا سرطان المثانة، أيضا سرطان البنكرياس، وهناك عدة أنواع أخرى من السرطانات. في سبب آخر في أكثر أهمية من التدخين، وهو زيادة الوزن. زيادة الوزن يؤدي إلى 13 نوع من السرطان، منها على سبيل المثال الحصر، سرطان المعدة، سرطان القولون، سرطان الرحم وبطانة الرحم أيضا. فهناك أسباب كثيرة، وأيضا منها أيضا قلة الحركة والتغذية الغير سليمة التي تؤدي في النهاية إلى زيادة الوزن وتؤدي في النهاية إلى إصابة بالسرطان. نعم. هذه الأسباب اللي ذكرتها دكتور أحمد يعني نقول ونردد بأنها بأيدينا نحن، وللأسف حينما نتكلم مع شخص مدخن محاولين طبعا لإقناع بالإقلاع عن التدخين يقول لك أني أنا أدخن وأتمتع بصحة جيدة، ومثل ما بنعرف الأمراض المزمنة التي يعني يكون التدخين عامل من عوامل الخطر ومسبب لها لا تظهر النتائج مباشرة، والأورام أيضا لا تظهر مباشرة بعكس الأمراض الأخرى دكتور. نعم أكيد. طبعا التدخين هو لا يسبب السرطان في الوقت، يعني إذا بدأ الإنسان تدخين حاليا ولكن سبب عدة سنوات 10-15 سنة، وإحنا حتى الشخص اللي يوقف تدخين خطر إصابته بالسرطان يحتاج على الأقل 10-15 سنة حتى يصل منسوب خطر إصابة بالسرطان إلى الشخص الطبيعي كما هو غير مدخن. فإحنا دائما نقول اتخاذ بعض القرارات الصحية السليمة، التوقف عن التدخين وزيادة الحركة وتخفيف الوزن، هذه أشياء أساسية وبسيطة نقدر نتكلم عنها، وفي أيضا إجراءات أخرى نقدر نتكلم عنها في مجال نعم. بخصوص الوقاية من السرطان. نعم، وهذا ما نريد التركيز عليه، خصوصا بأن كلفة المرض ليس فقط من الناحية المادية وإنما أيضا من الناحية البشرية كبيرة جدا، فالأورام تؤدي لوفاة العديد من الأشخاص وأيضا تؤدي لاستنزاف الميزانيات دكتور بشكل عام. أكيد. نعم. طبعا احنا تكلمنا عن الأشياء اللي نقدر نسويها إذا تسمح لي يعني بالوقاية. في أشياء كثيرة، منها الأشياء اللي متعرف عليها وهي المامغرام أو فحص الثدي المستمر. بالنسبة للنساء طبعا احنا في الدولة احنا نقول ان من عمر 30 وليس 40 كما هو متعارف عليه في الدول الأوروبية، لان معدل إصابة بسرطان الثدي في الدولة مرتفع في الفئة العمرية الصغيرة. ايضا فحص البروستات المستمر في الاشخاص اللي هم فوق 50 سنة، وايضا فحص عنق الرحم
بشكل مستمر بشكل دوري وسنوي. هذه الأشياء كلها تؤدي إلى 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 تقليل خطر الإصابة بمراحل متقدمة من السرطان. طبعا هي لا تقليل من السرطان ولكن تجعلنا نتعرف على هذا السرطان بشكل مبكر، ما يؤدي إلى حلول جذرية وعلاج أفضل. طبعا كل ما كان تشخيص أبكر كل ما كانت النتائج الحمد لله أفضل بكثير من مراحل متقدمة. نعم، وأصعب يعني أعتقد خبر يمكن أن يقوله الطبيب للمريض حينما يقف عاجزا ويقول بأنك مصاب لا سمح الله بالسرطان بمرحلة متقدمة، لأنه في المراحل الباكرة يمكن أن يكون هناك تدابير علاجية وشفاء بإذن الله، لكن في المراحل المتقدمة. طيب نحاول دكتور نركز على أهم الأعراض التي أيضا قد يهملها البعض والتي قد تكون بسبب إصابة بالأورام، يعني فقدان الوزن على سبيل المثال. نعم، طبعا الإشكالية مع تشخيص مرض السرطان في مراحل مبكرة أنه في معظم الأحيان لا تكون هناك أي أعراض، وهذه إشكالية تواجهنا يعني في تشخيص السرطان بشكل عام. المراحل المتقدمة يمكن يكون هناك مثل ما قلت يعني يكون نقص غير واضح من المريض. نعم. يعني هو شهية عنده تكون مقطوعة أو 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 يعني واطية، يكون عنده في نزول مستمر الوزن بدون محاولة نزول الوزن، عندك ضعف وإرهاق يعني أو تعب شديد مستمر بدون يكون هناك أي أعراض أخرى. هذه طبعا إحنا نسميها أعراض غير يعني 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 وصفية. يعني واضحة. نعم. يعني يعني تشخيص سرطان، ولكن في 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 معظم الحالات لما تسأل المريض الذي شخص حديثا بالسرطان تقول له يعني انت متى عندك الاعراض، يقول لك والله انا صار لي 6-8 شهور احس بالتعب او ارهاق بدون سبب واضح. فالانسان بشكل عام بغض النظر اذا كان هذا السرطان او لا، يحاول اذا شاف اعراض غير طبيعيه ما يهملها، ويحاول ان يسال طبيب مختص بشكل مبكر حتى نتعرف اذا كان في اي يعني خطر صحيه بغض النظر عن السرطان او السرطان. نعم، نذكر بطرق التواصل على الهاتف 600-551-4414 والرسائل النصية القصيرة على 4006، ونرحب أيضا بمتابعينا عبر الحساب الرسمي لإذاعة نور دبي على الإنستغرام لايف نور دبي راديو. ضيفنا الأستاذ الدكتور حميد الشامسي، أستاذ مشارك في كلية الطب بجامعة الشارقة، موضوعنا عن اليوم العالمي للسرطان وأهمية الوقاية والكشف الباكر. السلام عليكم دكتور حميد. أهلا وسهلا. هناك عدد من الرسائل، رسالة تقول بالنسبة للبروستات هل هناك علاج للسرطان؟ قبل ما نحكي عن العلاج دكتور، هل هناك كشف إمكانية للكشف الباكر للبروستات باعتبار أنه يصيب معظم الرجال؟ طبعا هناك فحوصات معروفة متعارف عليها طبيا للكشف الباكر عن السرطان. الكشوفات في العادة احنا نقول الشخص إذا بلغ 50 سنة من العمر يحتاج أن نعمل هذه الفحوصات سنويا. طبعا إذا كان في تاريخ مرضي لسرطان البروستات في سن أبكر، إذا كان أحد مثلا الأخوان أو الأب صاب البروستات 40 أو 50، نفضل أن نبدأ الفحوصات ب10 سنوات قبل التشخيص المبدئي للشخص اللي المصاب من العائلة. يعني مثلا إذا كان الشخص عمره 50 سنة، الأب صاب سرطان البروستات، إحنا نقول حق أطفال أبناء الأولاد يعملون فحوصات في سن 40. نعم. من ناحية العلاج إذا تسمح لي، طبعا العلاج طبعا يعتمد على مرحلة تشخيص المرض. نعم. المرض البروستات بشكل عام، يعني مرضى البروستات حتى لو كان في مراحل متقدمة الحمد لله في عندنا علاجات جدا كثيرة تعالج هذا المرض، والمريض معدل حياة السرطان حتى مراحل متقدمة يمكن يكون بين 8-10 سنوات في المعدل. إذا مرحلة متقدمة كان مرحلة مبكرة بإذن الله الشفاء جدا جدا عالية. نعم، ونتمنى دائما التركيز على الوقاية وأيضا على الكشف الباكر وعدم إهمال أي عرض. حينما ذكرنا بعض الأعراض منها على سبيل المثال فقدان الوزن غير المعلل، بمعنى أنه ينقص وزن الشخص دون أن يكون هناك حمية غذائية ودون أن يكون هناك تمارين رياضية أو ما شابه ذلك. أيضا الأشخاص الذين يعانون من التعب الوهن العام وغير ذلك يجب مراجعة الطبيب مباشرة، وحتى من كم يوم كنا نتكلم عن سرطان المثانة فيظهر الدم في البول بدون أن يكون هناك ألم. كل هذه الأعراض يجب مراجعة الطبيب مباشرة. هناك رسالة تقول أسرتي لديها يعني حالات من الأورام المختلفة، فماذا علي أن أفعل لتفادي الإصابة بالسرطان؟ مثل ما بنعرف دكتور العامل الوراثي وأيضا القصة العائلية تلعب دور أيضا. نعم صحيح، طبعا التاريخ المرضي لأي شخص يعني حتى لو كان غير مصاب السرطان مثل ما ذكرنا قبل دقائق جدا. نعم. مهم، وهذا يؤدي الى تغيير من ناحيه النصائح الطبيه اذا كان في تاريخ عائلي للسرطان.
طبعا من ناحيه هذه المريضه يعتمد على نوع السرطان الموجود في العائله. طبعا هناك في انواع من الامراض تتوارث بالشكل يعني واضح، منها انواع من انواع سرطان الثدي او سرطان القولون، فيعتمد على نوع السرطان الذي في العائله. ولكن هناك يسمونها فحوصات جينيه محدده للتعرف على نوع الجينات المرتبطه بهذا المرض، والنصائح الطبيه تعتمد على هذه النتائج. فنصيحتي لهذه السائله ان تتجه الى احد الاماكن المتخصصه من ناحيه الكشف المبكر الجينات لامراض السرطان، وباذن الله يعطونها الفحوصات المطلوبه، وبناء على هذه الفحوصات والنتائج نقدر نعطيها النصائح الخاصه فيها، لان كل شخص مختلف عن الثاني على حسب الجينات الموروثه. نعم، نتمنى دائما عدم إهمال أي عرض، وأيضا مراجعة الطبيب. الفحص الدوري مهم جدا، وأيضا مثل ما ذكرنا حتى بالنسبة للرجال أو حتى بالنسبة للنساء بالنسبة لسرطان الثدي، يعني كثير مهم أن يكون هناك الفحص الدوري الشهري، وأيضا الفحص بالماموغرام، وإذا كانت هناك أعراض مباشرة مراجعة الطبيب. معي حوالي 3 دقائق طبعا دكتور، وماذا تنصح بشكل عام للتقليل من حجم هذه المشكلة؟ نعم، طبعا مرة ثانية احنا نؤكد على موضوع الكشف المبكر. بعطيكم خلال الدقائق القادمة بإذن الله بعض النصائح العامة. نتكلم أول شيء عن سرطان القولون. سرطان القولون جدا مهم بالنسبة للرجال والنساء. الفحص في سن 50 سنة باستخدام المنظار، إذا الشخص ما حب المنظار في طريقة أخرى عزكم الله عن طريق فحص البراز. هذه الطرق يعني متعارف عليها علميا، وتثبت يعني إذا كانت وجود سرطان أو لا. وهذه الفحوصات اما تعمل بشكل سنوي او كعدة سنوات على حسب الطريقه المعروفه. وطبعا سرطان القولون من احد اهم اسباب السرطان في الدوله، وجدا منتشر خاصه اذا كان في تاريخ مرضي في العائله. ننصح الشخص اذا وصل 40 او 50 سنه على حسب التاريخ المرضي ان يطلب هذه الفحوصات ولا ياخرها لاي سبب من الاسباب. هذا رقم واحد بخصوص سرطان القولون. نعم. تكلمنا عن سرطان الثدي، تكلمنا يعني معنا من دقائق، وانت ايضا يعني تكلمت بخصوص الفحص الدوري، وخاصة الفحص السنوي جدا مهم أن تكون هناك متابعة. حتى لو كان هذه السنة الحمد لله سليم، ومعناها أن خلال السنوات القادمة أحتاج عملة كل سنة أو سنتين. الشيء الثالث أيضا عنق الرحم، الفحوصات موجودة ومتوفرة في أماكن كثيرة في الدولة، والدولة أيضا يعني ما قصرت في الفحوصات الدورية. الفحص توفر سنويا لكل النساء فوق سن 40 سنة. وأخيرا نتكلم عن سرطان الرئة لكل المدخنين فوق 50 سنة. طبعا أول نصيحة توقف التدخين، وأيضا النصيحة الثانية هناك أشعة خاصة تعمل سنويا للتأكد في عدم وجود أي سرطان في الرئة. ونسيت أذكر موضوع سرطان البروستاتا اللي تكلمنا عنه قبل شوي. أيضا الفحص السنوي لأي شخص فوق 50 سنة، فحص منتظم وفحص بسيط عبارة عن فحص الدم، ولا يتطلب اي جراحه او اي خزعه. نعم، فحص البي اس اي، وايضا يعني فحص الدم الخفي في البراز، وبعض كل ما ذكرته دكتور احمد هي فحوص بسيطه حقيقه واستقصاءات بسيطه لا تتطلب منا سوى فقط اتخاذ القرار بان نسير بالاتجاه المسير للصحه وليس المغاير للصحه، حيث يكمن المرض للاسف. ونتكلم عن الاورام السرطانيه، هذه الاورام التي تعد من اهم التحديات في مختلف الدول بما في ذلك في دوله الإمارات. يعني أنت ذكرت سرطان القولون المستقيم، لم يكن هذا السرطان فيما سبق من الأورام الشائعة، لكن حاليا بسبب نمط التغذية وأيضا مثل ما ذكرت البدانة، قلة تناول حتى الألياف وما شابه ذلك، الإكثار من تناول اللحوم الحمراء بشكل أساسي. فنتمنى دائما الصحة للجميع، وسيكون لنا لقاءات أخرى دكتور أحمد، لكن الوقت انتهى. كل الشكر للدكتور أحمد الشامسي، أستاذ مشارك في كلية الطب بجامعة الشارقة. دكتور أحمد شكرا جزيلا لك.